السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنشرح أول درس أو Lesson 1 في منهج الماث Primary 3 الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الأول. كل سنة وانتم طيبين، وده المنهج الجديد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم، ولو مش معانا كتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين يا أصحابي ده شكل الكوفر بتاع الكتاب Primary 3 الصف الثالث الابتدائي Mathematics الرياضيات Term 1 الترم الأول. وطبعا هنا اول صفحة في الكتاب بنكتب النيم هنا، وطبعا الكونتنتس او المحتوى زي ما توقعنا في الحلقة اللي فاتت هيتكون من 6 يونتس او من 6 وحدات. كل يونت بتتكون من 10 lessons او من 10 دروس. فالنهاردة هنبتدي في يونت 1 lesson 1 او الدرس الاول. وزي ما عرفنا المرة اللي فاتت ان اول حاجة ناخدها في يونت 1 هي مراجعة بسيطة على اللي خدناه في Prime 2 أو في الصف الثاني الابتدائي، وهنراجع مع بعض الباترن أو النمط، وهنفكر بعض يعني ايه باترن أو يعني ايه نمط، وهنراجع كمان مع بعض الجرافس بار جراف أو الرسم البياني بالأعمدة. ده هناخده في الليسونس اللي بعد كده أو في الدروس اللي بعد كده. فالنهاردة هنتكلم عن الباترن أو النمط. عرفنا السنة اللي فاتت يعني ايه pattern. الباترن هو تتابع من الاشكال او من الارقام، لما بنشوفه بنقدر نتنبأ او بنعمل predict يعني نتنبأ بالارقام اللي جاية بعد كده او بالاشكال اللي جاية بعد كده. فلما اجي مثلا في lesson 1 هنا بيقول لنا connect يعني وصل، عايزك توصل المعلومات دي ببعضها وتتنبأ او تعمل predict باللي هيحصل بعد كده. فبيقول لنا هنا pattern problem 1 او مسألة النمط رقم واحد. فبيقول لنا هنا في مثلا red leaf ورقة شجر لونها احمر، yellow leaf او ورقة شجر لونها اصفر، green leaf او ورقة شجر لونها اخضر. بعد كده جه two red leaves او ورقتين شجر لونهم احمر، two yellow leaves او ورقتين شجر لونهم اصفر، two green leaves او ورقتين شجر لونهم اخضر. المفروض اللي يجي بعد كده ايه يا اصحابي؟ شاطرين، الباترن هنا بنزود leaf لكل color او لكل لون. فمثلا هيجي بعد كده three red leaves، بعدين three yellow leaves، وبعدين three green leaves، بعد كده four red leaves، four yellow leaves، four green leaves، وهكذا. فالباترن او النمط هو شكل من الاشكال اللي احنا بنتنبأ بيها او بنعمل prediction، بنتنبأ بيها بنعمل predict للارقام او للاشكال اللي هتيجي بعد كده. وده طبعا حاجة بنستخدمها في حياتنا، زي مثلا لما بنعمل تنبؤ للحالة بتاعت الطقس، وفي جداول كبيرة بيستخدمها العلماء بتوع الطقس بتساعدهم ان هم يعملوا prediction او تنبؤ لحالة الطقس اللي جاية بعد كده في كل وقت من اوقات السنة. فالباترن او النمط هو شكل من الاشكال العلمية اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل prediction او تنبؤ للاشكال او للانماط او للارقام اللي هتحصل بعد كده. فده حل pattern problem 1. طب pattern problem 2 او المسألة الخاصة بالنمط رقم 2، بيقول لنا هنا 30 40 50 60 70. المفروض هيجي بعد كده ايه؟ شاطرين 80، بعد كده شاطرين 90، بعد كده انتوا عرفتوا طبعا ان احنا بنزود كل مرة 10، يبقى 100، بعد كده 110، بعد كده 120، وهكذا. فاحنا عرفنا ازاي نحل التو بروبلمز الخاصين بالباترن. وفي ملحوظة مهمة جدا يا اصحابي،
عايزين نعرف ان احنا لازم نحفظ بقى الكلمات الجديدة كلها، ونحفظ الكلمات الخاصة بالسنين اللي فاتت، لان بعد كده من السنين اللي جاية هيبقى عندنا exams او امتحانات، والمفروض ان احنا هيجيلنا word problems او مسائل كلامية، فلازم يبقى عندنا vocabularies او حصيلة لغوية كبيرة تساعدنا ان احنا نحل الword problems دي. احنا مش مفروض نخاف، احنا مفروض ان احنا نشتغل على نفسينا ونحفظ كلمات كل يوم، نشوف كل كلمة ممكن نقابلها pattern يعني ايه، نحفظها يعني نمط، connect يعني وصل، problem يعني مسألة. عندنا كمان في حلقة موجودة على القناة هنا فيها اهم الكلمات واهم الحاجات اللي موجودة في المرحلة الابتدائية خاصة بالماث كلها. المفروض الحلقة دي نروح نحفظ كل الكلمات اللي فيها زي اسمنا، هتساعدنا كتير جدا، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ولسه مع بعض يا اصحابي في lesson 1 او في الدرس رقم 1 apply يعني التطبيق. دلوقتي احنا بناخد بقى تطبيق ونطبق المعلومات اللي عندنا عن الباترن في الصفحة دي. فبيقول لنا هنا الدايركشنز او التعليمات، look at انظر على each dot image، each يعني كل، dot image شكل من الاشكال الخاص بالنقط. عندنا هنا في dot images او اشكال مكونة من النقط، المفروض ان احنا هننظر عليها ونشوف الاشكال متكونة ازاي. فعندنا هنا في التوب او القمة دوت واحدة، تحت منها في 3 دوتس، المفروض الامج اللي جنبه زودنا صف كمان، فالصف ده بنزود عليه 2 دوتس او نقطتين زيادة علشان يبقى فيه بيز او قاعدة اكبر. بعد كده في الامج اللي بعد كده زودنا رو كمان او صف كمان علشان يبقى بيز او قاعدة للشكل بتاعنا، فزودنا عليه 2 دوتس زي ما احنا شايفين. هنعدهم دلوقتي مع بعض وهنتأكد من الكلام ده. بيقول لنا هنا يا اصحابي build ابني each image كل شكل using counters مستخدم العدادات، ازاي نعد، المفروض نعد كل image من الايمجز دي في كام دوت او في كام نقطة. What is the pattern ما هو النمط، النمط اللي بنزود بيه الدوتس او النقط في كل ايمج عشان خاطر نعمل predict او نعمل تنبؤ للاشكال اللي بعد كده. فهيقول لنا هنا figure out اوجد the next two images، the next يعني التالي، ودي كلمة مهمة جدا، two images الشكلين التاليين، الشكلين اللي هيجوا بعد كده in the pattern في النمط. فبيقول لنا لازم نعمل predict او نتنبأ بالاشكال اللي هتيجي بعد كده، الشكلين اللي هيجوا بعد كده. وبعد كده بيقول لنا build ابني them الشكلين دول، and then ثم بعد ذلك draw ارسم them ارسمهم هما الاثنين in the boxes في الصناديق او في المربعات اللي موجودة هنا في البيج دي. فاول حاجة هنروح نشوف الايمجز اللي مرسومة عندنا بالفعل. فاول ايمج موجود فيه 1 2 3 4 دوتس. طب الايمج اللي بعد كده بيزيد عليه ايه؟ هنلاقي 1 2 3 4 هما الفور دوتس الموجودين في الايمج الاولاني، وزودنا عليه كمان رو، الرو ده بيتكون من الصف الثاني وضاف اليه 2 دوتس او نقطتين، فهنلاقي 1 2 3 4 5 في الرو الجديد، وفوق 4 يبقى في عندنا هنا 9 دوتس. يبقى المفروض ان احنا بنزود الرو الاخير في الموجود في الايمج ونحط عليه 2 دوتس علشان يدينا الايمج اللي بعد كده. طب تعالوا نتاكد كده مع بعض. لو قلنا عندنا هنا في الايمج ده اخر رو في 5 دوتس او في 5 نقط، 1 2 3 4 5، يبقى المفروض الايمج اللي هيجي بعد كده هيزيد على ده ب 5 دوتس وكمان 2 دوتس علشان القاعدة تبقى اكبر شوية، يبقى هيزيد عن ده ب 7. طب تعالوا نقول كده ده في المفروض هنا 9 دوتس او 9 نقط، هنزود عليه 7 كمان، يبقى المفروض الايمج اللي بعد كده يبقى فيه 9 بلس 7 يعني 16 دوتس او 16 نقطة. طب تعالوا نشوف كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 يبقى صح، يبقى احنا كده عرفنا الباترن ماشي ازاي. الباترن بيكون عبارة عن اخر رو او اخر صف مرسوم في الـ في الـ في الايمج اللي قدامنا، وبنزود عليه 2 دوتس. طب الايمج ده فيه 16 دوتس زي ما احنا قلنا. المفروض عايزين نعمل بريدكشن او تنبؤ للايمج اللي بعد كده ونعرف فيه كام دوت. يبقى المفروض هنعد اخر صف 1 2 3 4 5 6 7، في 7 هنزود عليهم 2 كمان يبقوا 9 دوتس في اخر صف هيبقى موجود تحت. والايمج ده المفروض فيه كام دوت يا اصحابي شاطرين؟ احنا قلنا 16 بلس 9 يبقى المفروض الايمج اللي هيجي بعد كده فيه كام شاطرين؟ 25 دوتس. يبقى المفروض في الايمج 4 بوكس ده او في الصندوق الخاص بالايمج 4 ده هيبقى فيه هنا ايمج متكون من 25 دوتس او من 25 نقطة. تعالوا نعدهم كده مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 شاطرين. طب المفروض الايمج ده فيه 25 دوتس، والمفروض ان احنا كمان عايزين نعرف الايمج نمبر 5 هيبقى فيه كام، فهنزود 2 دوتس على اخر رو فيه اللي هو المفروض اخر رو فيه كام يا اصحابي شاطرين؟ 9 دوتس. يبقى هيبقى اخر رو المفروض فيه 11 دوتس او 11 نقطة. 11 بلس 25 هيبقى فيه كام دوتس في الايمج الجديد يا اصحابي شاطرين؟ 36 دوت. 36 دوتس او 36 نقطة. طب تعالوا نشوف كده، يبقى كده احنا قدرنا نعمل prediction او تنبؤ لايمج 4 وايمج 5 كمان، وعرفنا الباترن بيجي ازاي. المفروض ان الايمج الجديد بيبقى فيه اخر رو في الايمج القديم بنزوده عليه، وبنزود كمان 2 دوتس او نقطتين. فالمفروض image 5 ده في 36 دوتس او 36 نقطة. تعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3، وهي فيها حاجة جميلة قوي اسمها challenge او تحدي. هو هنا بيتحدينا وبيقول لنا عايزين نعمل حاجة فيها تحدي مع بعض شوية. فبيقول لنا هنا record يعني سجل، record سجل the number او الرقم of counters بالعدادات او بالارقام اللي احنا عديناها يعني in each image الخاصة بكل شكل. How could you predict كيف يمكنك ان تتنبأ how many كم عدد، ودي كلمة مهمة جدا لازم نحفظها كويس كلنا اصحابي. how many كلمة مهمة جدا يعني كم عدد. counters العدادات الارقام المعدودة. would be التي سوف تكون موجودة يعني in the tenth image في الشكل رقم 10. يبقى احنا كنا قلنا ان image 5 بيزيد عن image 4 ب 11 dots، لان كان البيز في او الاخر رو في image 4 9 dots، زودنا عليهم كمان 2 dots وبعدين جمعناها على image 4 زود لنا 11 dots فبقى 36. طب لما يبقى اخر رو في image 5 في 11 دوتس المفروض هنزود عليهم 2 دوتس يبقوا 13 دوتس هنزودها على ال 36 دوتس بتوع image 5 علشان نجيب image 6. هيبقى عندنا 13 plus 36 هيدينا 49. يبقى كده image 6 في 49. طب لما نيجي نروح لايمج 7 او للشكل السابع هنلاقيه المفروض ان احنا اخر رو في ايمج 6 كان فيه 13 دوتس، هنزود عليه 2 دوتس كمان يبقى 15 وكان عندنا في ايمج 6 49، يبقى نزود 15 على 49 هيدينا 64 ده اللي هو ايمج 7 واخر رو فيه 15 دوتس. عايزين نروح نجيب ايمج 8 يبقى نزود على ال 15 بتوع image 7 اللي هم اخر رو فيه 2 دوتس هيبقوا 17 دوتس. مع ال 17 دول على ال 64 هيبقى عندنا في image 8 81 دوتس او
81 نقطة. طب عايزين نروح نجيب image 9، يبقى هنزود على اخر row في image 8 اللي هما كانوا 17 dots 2 dots كمان، يبقوا 19 dots. 19 dots نجمعهم على 81 dots اللي هما بتوع image 8، هيبقى عندنا 100 dots او 100 نقطة في image 9. image 9 في 100 dots. طب عايزين نجيب image 10 او الشكل العاشر زي ما هو طلب مننا، فالمفروض ان احنا هنجمع 2 dots على اخر row في image 9 اللي هم كانوا 19 dots، يبقى عندنا 21 dots لازم نجمعهم على ال 100 dots بتاعة image 9، يبقى عندنا في image 10 المفروض 121 dots او 121 نقطة. طبعا ده according to the pattern او طبقا للنمط، طبقا للباترن اللي هو موجود عندنا في الايمجز اللي فاتت. كده نبقى قدرنا نعمل البريدكشن او نعمل بريدكت للتنز ايمج او للشكل العاشر، وهاو ماني دوتس او كام نقطة المفروض هو بيتكون منها. وبكده نكون انهينا ليسون 1 وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. ولو حبيتوا تتابعونا على قناتنا الجديدة، قناة اسرية ترفيهية، موجود الرابط بتاعها، قناة بودي بيدو فلاش فلاش، موجود الرابط بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.